أعزائي العرب والناطقين باللغة العربية في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. أخوكم مصطفى يحييكم من أرض البرازيل ويقدم لكم برنامج رحلة البحث عن الله، عالم وعلوم الأرواح للعالم الفرنسي ألان كارديك. أهلا بيكم. النهاردة معانا موضوع انقسام الروح. زي ما انتوا عارفين أنا كنت غير مقتنع بيها، زي ما احنا كنا زمان بنقول الذرة لا تنقسم ولا تنشطر في المدرسة، لكن النهاردة احنا عارفين عن طريق فيزياء الكم وغيره ان بتنقسم وتنقسم يعني. فمين احنا دايما ان لازم نفتح مخنا لاستقبال العلم والاحتمالات الجديدة، ومنها موضوع انقسام الروح اللي احنا فهمناه في الحلقة اللي فاتت من الدكتور مايكل نيوتن، إن الروح لها طاقة معينة 100%. يمكن الجسد الدماغ البشري ينفجر لو دخلت الطاقة دي بالكامل في حالة التجسد، فبتترك جزء في عالم الروح، وهذا الجزء ممكن يتجسد أو ممكن يدرس في عالم الروح، ممكن يفعل أشياء أخرى. وعند العودة بقى النهاردة هنشوف عملية الاتحاد عندما تعود الروح وتتحد بالقوة بتاعتها. قبل ما نبدأ بحب أرفع كده صلاة دعاء لله سبحانه وتعالى إن هو ينور قلوب وعقول البشر كلهم، بحيث إن تنتهي الحروب اللي حالية بسرعة جدا، لأن الضحايا كل يوم بالآلاف، وحروب أوكرانيا، حروب اللي في غزة النهاردة، وعارفين مين اللي بدأ مين اللي ما بدأش. كلنا بشر وكلنا بنغلط وبيتحمل الغلط ده غلابة كتير يعني. بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو ينير عقول البشر جميعا، بحيث ان احنا نصل الى حلول سلمية قائمة على العدل، بحيث ان احنا نقدر نتعايش مع بعض في سعادة وفي سلام وهكذا يعني. مش عايز أتكلم في السياسة، لكن الحروب بتاعتنا دي حروب لها أصول دينية من أيام اليهود، بيعتبروا إن ربنا كتب لهم الأرض دي، وللأسف يعني مش للأسف، ده شيء غير حقيقي يعني. هم اللي كتبوا الكلام ده، واتكتب بنصين. النص الأول اللي هو إسرائيل الصغيرة اللي هي أرض كنعان، أرض فلسطين، وبعدين ابتدوا يخترعوا بقى من الفرات إلى النيل. فلو استمر الحال ده هيروح ضحايا كتير جدا جدا في كل المستقبل. فنتمنى إن احنا نبقى أذكياء كشعوب يعني. والأرض كتير كبيرة يا جدعان، مفيش حاجة اسمها أرض مقدسة أو الإله هينزل هيتجسد ويقعد في بقعة صغيرة اسمها القدس أو مكة أو حاجة زي كده، هيقعد يعيش فيها يتجسد ويبقى صغير كده ويعيش مع الناس ويقعد يمسح لهم دموعهم. ده خيال خرافة يعني. واللي مكتوب في التوراة اختراع بشري، وللأسف اتنقل للقرآن. مش قادر أقول لك يعني، الناس ممكن تقول لي ده كلام ربنا وبتاع، لازم تقرأ كلام ربنا وتشوف هل ده يتعادل مع صفات الخالق عز وجل، ان هو لا يفرق، ما عندوش عنصرية بين البشر. ازاي يختار بشر يأمرهم يقتلوا جزء تاني من البشر؟ ده لا يحدث يعني. اوكي، فمع احترامي للقرآن والتوراة، لكن هذا الكلام كلام غير موجود، واحنا متحققين منه في عالم الروح. ما كتب لهمش ارض، والناس اللي كانت عايشة في المنطقة كان منهم اليهود منهم الوثنيين، اتحول بعد كده إلى نفس الشعب، تحول معظمهم إلى المسيحية. وبعد دخول الإسلام، وبرضه الإسلام دخل في نوع من الاستعمار، ما نقدرش نعترف غير بكده، وابتدى يتحول الناس برضه نفس المجموعة إلى مسلمين، فأصبح المنطقة فيها المسلم بكميات أكبر، وبعدين يليها المسيحية وليها اليهودية، وكانوا عايشين. المشكلة هي دخول عملية سنة 1948 دي، الاستيلاء على جزء، وعمل ستيت اسمها إسرائيل،
وابتدت تدخل المنطقة ناس عمرها ما اتولدت هناك، يعني ناس من البرازيل، من الأرجنتين، من أمريكا، من إيطاليا، من فرنسا. فأصبحت المشكلة القنبلة الموقوتة دي، وكل شوية هتنفجر يعني. فالمفروض إن لو في حاجة اسمها أمم متحدة يقعدوا مع بعض ويشوفوا في اتفاق، بحيث إن أنا ضد إن يقول لك اقتل اليهود أو اقتل الفلسطينيين. لازم نعيش كلنا إنسان، كلنا بشر، لكن مش لازم إحنا ناخد أراضي الغير ونقعد عليها ونقول إن دي أمر ديني أو كده يعني. أوكي معلش أنا تبحرت في الكلام ده، لكن هنبدأ حلقتنا النهاردة. نعود لكوكب الأرض. النهاردة هنشوف إن لما الإنسان يتوفى ويذهب لعالم الروح بيصل منهك في معظم الأحيان. ممكن يكون، تخيل الناس اللي بتتوفى النهاردة بقنابل بحاجات زي كده، فبتلاقي الطاقة بتاعته بتتبعثر، بيبقى فيه مشاكل كتيرة جدا، فبيبتدي يستقبلوهم في عالم الروح بغض النظر اللي مات ده فلسطيني إسرائيلي، ده عندنا تحت يعني. لكن عالم الروح ما عندوش التفرقة العنصرية دي، بيستقبل الإنسان ويبتدي يتعامل معاه، يحاول يعيد تغذيته بالطاقة علشان يبتدي يفوق يعني. ففي 3 محطات هنشوفهم مع بعض دلوقتي. ممكن إعادة الطاقة عند الاستقبال، ممكن في المرحلة التانية مرحلة النقاهة، وفي مرحلة ما بعد النقاهة لما الإنسان بيخرج بيبتدي بقى يمتزج مع بقية الطاقة بتاعته. في أحد المرضى هتشرح لنا بالتفصيل، زي ما يكون جزئين من الزئبق، لما تحطهم في طبق واحد ويبتدوا يلتحموا ببعض ويبقوا شيء واحد يعني، وهكذا. فبتبقى الخبرة اللي حتى لو كان الإنسان عايش في مكانين في وقت واحد حسب التعليمات دي، فبيبتدي يمتزج ويبتدي عنده المعلومات الكلية، يعني الخبرة ألف، خبرة ب اللي هو اكتسبها، أو خبرة ألف ب جيم اللي هو كان بيدرس في عالم الروح. يعني ممكن يكون في 3 أجزاء هنا، واحد بيدرس موسيقى، والتاني بيدرس جغرافيا، والتاني بيدرس طب مثلا، لكن بيرجع يتجمع ويبقى عنده خبرة الطب وخبرة الفلك وخبرة الموسيقى وهكذا مع بعض في شيء واحد. عجيب عجيب. لكن مين احنا عشان نعرف طبيعة الروح على حقيقتها؟ يعني لها خصائص يمكن بتخرج من مفهومنا البشري، من عقلنا المحدود ده، وهذا في على مستوى الإنسان، ما بالك بقى على مستوى ملاك، مستوى على روح راقية جدا، روح بارة، ما بالك على الأرواح اللي بتتحكم في المجموعة الشمسية، مجلس الإدارة اللي بيتحكم في المجرة. واخد بالك مدى درجة حضور الأرواح دي، انقسامها في عدة مهمات في نفس الوقت؟ ده طبعا أكيد عندهم المقدرة أعلى كتير جدا من مقدرة إنسان عادي في مستوانا يعني. أوكي، ما بالك بقى الخالق عز وجل اللي هو في الكون كله. إحنا نعرف إنه من خلال الطاقة، طاقة الخالق بتتخلل في ما يسمى المائع الكوني، هو أعمق من الأثير. المائع الكوني بيملأ كل الحيز ما بين المجرات، ما بين الكواكب، داخل الكواكب، يعني بيتخلل كل شيء، فطاقته فيها في كل مكان وحتى داخلنا شخصيا. لك لا تبحث عن الله خارجك، ابحث داخلك لأنه أقرب مما تتخيل. أوكي، هنشوف في الكتاب دلوقتي مع بعض، نقرأ كتاب الذاكرة الأزلية للدكتور مايكل نيوتن. والجميل اللي فيه إن هو خارج الأديان، يعني عمل الأبحاث دي لا يهودية ولا مسيحية ولا إسلام ولا أرواحية، ملوش دعوة. هو كان بيعمل بحث علمي، بياخد المعلومات بيتقصاها وبيشوف مدى صحتها، وده جميل يعني إن إحنا نشوف الأشياء من خارج الصندوق اللي إحنا بندرس فيه. فيلا بينا مع بعض ندرس
هنا هيتكلم عن المحطات الثلاثة. ده احنا فقرة من اللي احنا درسناه في الماضي. احاول اقرا من الشاشة الصغيرة ونشوف لو اقدر. يعني تستعيد غالبية الأرواح توازن طاقتها في واحدة من المحطات الروحية الأساسية الثلاث، بالقرب من المدخل أو في خلال التوجيه أو بعد العودة إلى مجموعاتها الروحية. عادة ما تفزع الأرواح المتطورة من هذه العملية في المحطة الأخيرة رحلة عودتها إلى الديار. تفزع ولا ما تفرغ؟ لا، خليني نقرأ في الكتاب الكبير أحسن بالنسبة لي وبالنسبة لكم الشاشة الصغيرة. تستعيد غالبية الأرواح توازن طاقتها في واحدة من المحطات الروحية الأساسية الثلاث، بالقرب من المدخل. لما بيأتي الشخص، لما بيجي يتوفى يخرج من الجسد كروح، بيذهب إلى عالم الروح. ده عادة في تجارب الاقتراب من الموت بيشوفوا النفق اللي في آخره نور. عادة اللي هو الخبرات الاقتراب من الموت بيذهب إلى نهاية النفق، لكن لا يدخل في عالم النور، لأنه لو تخطى النفق مش هيقدر يعود للجسد مرة أخرى. انتهى، يبقى موت، مش إيه، اقتراب من موت. ولذلك بيقولوا له ارجع ارجع، فيعود من القناة ديت، من النفق ده، ويعود إلى الجسد مرة أخرى. لكن اللي بيعدي بقى الجزء ده، فبيبقى فيه أول حاجة بيشوفها الاستقبال. عادة بيلاقي بقى أهله وأحبائه، لو فقد ابنه بيستقبله، لو فقد والده جده، الكل بيبقوا مستنيين وبيحتفلوا بيه زي ما احنا بنحتفل بالطفل وهو بيتولد. يعملوا له أسبوع وحفلة وكده. وهناك أيضا الناس دي بتستقبلنا، بتعمل لنا حفلة. تخيل بقى، بتنسى أنت إنك ميت أساسا، لأن بتشوف الناس اللي أنت بتحبهم، بتبقى زي مشغوف وكده. لكن ساعات بتصل إلى هذا العالم منهك مرهق، حصل معاك حادث، حصل معاك مشاكل، مت في حرب، مت بشكل أو بآخر، حتى مريض بمرض خطير، فبتوصل منهك، فبيستقبلوك ويحاولوا يستشفوك يعني. فدي المحطة الأولى. المحطة الأولى الاستقبال. أوكي، نكمل. بالقرب من المدخل أو في خلال التوجيه أو بعد العودة إلى مجموعتنا، لما نيجي ننضم إلى المجموعة الروحية بتاعتنا. عادة ما تفرغ الأرواح المتطورة من هذه العملية في المحطة الأخيرة من عودتها إلى الديار. اللي هم الأرواح المتطورة مش محتاجين الحاجات دي. المحطات الثلاث ليس تسلم طاقتنا، ليس تسلم طاقتنا عند المدخل أمرا شائعا حقا. يعني ده ممكن المرحلة الأولى دي اللي أنا استلم الطاقة. خليني أحاول أفكر فقط في المرحلة اللي فاتت. الدكتور مايكل نيوتن قال إن الروح ممكن يحدث معاها انقسام، هذا غير شائع عادة، لكن عادة الروح بتترك جزء من طاقتها، لأن الطاقة بتبقى قوية جدا جدا. ويمكن الحياة اللي هتعيشها على كوكب الأرض محتاجة فقط 30% 40% من هذه الطاقة. لو الإنسان هيواجه تجربة صعبة جدا قاسية، هيتعرض إلى مشاكل كتيرة جدا على كوكب الأرض، فبيبقى محتاج كمية طاقة أكتر، مثلا محتاج 70%، لكن دايما بيترك 30% 20%، أي كمية من الطاقة دي بيتركها في عالم الروح. وهذه الكمية ما هيش مجرد طاقة، يعني دي لها كيان، لها تفكير وهكذا. فبيقدر إيه يتعلم ويدرس وهكذا. أنا برضو شفت في دراسات أخرى بتبدو الشيء متناقض شوية، وهنشوف مع الأستاذة نازلي يوم السبت، هعمل معاها لايف معاكم يعني.
وهي هتشرح لنا العوالم الموازية وانقسام الروح. هي عملت بحث كبير عن الموضوع ده وليها كتاب في الموضوع ده. هنتكلم معاها أيضا عن أسرة الشفاء، هي عندها سرير شفاء يعني بتعالج الناس، وهي وسيطة روحانية ممتازة من الصغر يعني. وهي عضو في الجمعية المصرية للدراسات الروحانية، أنا عضو فيها برضو. فإن شاء الله يكون محاضرة أو محاضرتين معاها علشان نقدر نفهم الموضوع ده، أوكي؟ فنشوف بقى مع بعض الباقي يعني. ليس تسلم طاقتنا عند المدخل أمرا شائعا حقا، قد يعود السبب في ذلك إلى بدء العلاج بحمام شفائي بالقرب من المدخل، وده احنا شفناه في حلقات ماضية، بيدوله زي حمام طاقة كده عشان يستعيد ايه رونقه مرة أخرى، مع إنني أسمع عن ذلك بين الحين والآخر كما هي الحالة بالنسبة لروح المريضة التالية. هتشرح المريضة دي بقى حياتها الماضية وإيه اللي حصل معاها، التي أحضر زوجها المتوفي جزءا صغيرا باقيا من طاقتها إلى المحطة الأولى، وقد شرحت الظروف على النحو التالي. يعني شوف، كان ليها جزء من الطاقة بتاعتها موجود في عالم الروح، فزوجها اللي هو رحل قبليها جاب الطاقة دي عشان يساعدها، لأن هي عارف إن هي جاية منهكة جدا. فعملية المحطة الأولى دي، محطة الاستقبال يعني، بيقول لك دي شيء غير عادي يعني. هي بقى بتقول ايه بيه؟ عجلة حبيبي التعامل بسهولة مع الكمية القليلة من الطاقة التي كنت قد حفظتها ثابتة في عالم الروح. أحضرها لي ووزعها علي بيديه بكثير من اللطف مثل البطانية ونحن نتعانق. ده شيء طبعا رائع جدا جدا. كان يعرف كم كنت عاجزة ومتعبة، ولذلك طلب المجيء ما أن يحصل الاتصال حتى تنجذب بقية طاقتي إلي مثل المغناطيس. أشعر بتمدد كبير، أول ما ألحظه هو أني قادرة على قراءة أفكاره بشكل أفضل وعن طريق التخاطر، كما أشعر بقوة أكبر بما يحدث من حولي. ده طبعا شيء جميل. شوف، زوجها اللي هو راحل قابلها وأحضر إليها الجزء من الطاقة اللي هي حفظتها ثابتة في عالم الروح، وابتدى يدمجها أو يحقنها. ما تقدرش تقول هي بتحسس بالطاقة دي، فحاسة إن هي بتتحسن بطريقة، لأنه عارف إن هي جاية منهكة متعبة، حياة صعبة جدا، حياة فيها كلها معاناة، فراجعة منهكة وقرف الدنيا واللي فيها وكده، فمحتاجة الطاقة دي. فهو جاي واستقبلها بيرحمها كده من أولها يعني، مش هيسيبها تنتقل إلى المرحلة التانية. طبعا استأذن المرشدين، لأن ما يقدرش حد يعمل حاجة بمزاجه هناك، واخد بالك؟ لازم تستأذن حتى لما تيجي تسافر لكوكب الأرض مرة أخرى، بحيث إنك تنزل تزور أهلك وكده، لازم تاخد إذن، دايما لازم تاخد إذن، أوكي؟ عندما يستنتج مرشدونا أن من الأفضل لنا الحصول على المزيد من الطاقة في المحطة الثانية خلال التوجيه، يكون لهذا القرار تداعيات مختلفة. في الأساس يرتكز القرار على الاعتقاد بأن استخلاص المعلومات المكتسبة من حياة صعبة سوف يكون أكثر إنتاجية، وبالتالي قد لا نعود أيضا إلى مجموعتنا الروحية مباشرة بعد التوجيه لسبب أو لآخر. وفيما يلي مثال على إعادة اتحاد الروح في هذه المحطة. هنا بقى يشرح بقى بالتفصيل إزاي بتعود إيه الطاقة دي، إعادة التوحيد مع الطاقة أو الجزء المتروك بعالم الروح وبنتحد بيه، أوكي؟ أيضا مايكل نيوتن المرة اللي فاتت شرح إن عملية انقسام بأجساد مختلفة في نفس الوقت برضه حالة غير اعتيادية يعني، والناس اللي بتمر بيها بيفضل يعمل تجسد واحد في
في نفس الزمان، في نفس الزمان، مش عايز هو يبقى عنده خبرات متعددة، لأن هيبعثر الطاقة بتاعته، ميجي يرجع من هنا منهك ومن هنا منهك، الطاقة اللي فاضلة ممكن تعمل له مشاكل. فعادة الأرواح بتفضل إن هي تعمل تاخد خبرة واحدة خلال المرة الواحدة يعني. شوف بقى الشرح بتقول إيه؟ أنا في غرفة عادية تبدو عصرية مع جدران ناعمة وبيضاء بلون الحليب، فيها الغرفة طاولة وكرسيات، ما من حافات لهذا الأثاث. تشعر مرشدتي إفراند، اسمها إفراند، بالقلق من عدم تجاوبي. إنها على وشك تنفيذ ما نسميه تذويب الشكل المادي. تذويب الشكل المادي. تحمل بقية طاقتي أو تحمل بقية طاقتي في وعاء جميل شفاف ومشع. تتقدم إفراند وتضعه بين يدي. أشعر بتصاعد طاقتي وكأنها شحنة كهربائية. نقرأ تاني. المرشدة اسمها إفراند. المريضة ما قالش اسمها لسه. هي شافت نفسها داخل حجرة، الحجرة دي فيها طاولة، فيها كرسيين، كلها بيضة. الطاولة والكرسيين ما لهمش حواف، يعني يمكن طايرين من على الأرض، مش قادرة هي تستوعب. والإفراند اللي هي المرشدة بتاعتها جابت الطاقة بتاعتها، وعلشان إيه تقدر تساعدها على إعادة التوازن بتاعها. أوكي، نقرأها تاني. أنا في غرفة عادية تبدو عصرية مع جدران ناعمة وبيضاء بلون الحليب، في الغرفة طاولة وكرسيان، ما من حافات لهذا الأساس. تشعر مرشدتي إفراند بالقلق من عدم تجاوبي. إنها على وشك تنفيذ ما نسميه تذويب الشكل المادي. تحمل بقية طاقتي في وعاء جميل شفاف ومشع. تتقدم إفراند وتضعه بين يدي. أشعر بتصاعد طاقتي وكأنها شحنة كهربائية. ثم تقترب مني وتحفز تردد الذبذبات الطبيعي لدفعي إلى تقبل ما تركت ورائي بسهولة أكبر. عندما يمتلئ كياني بالكامل بجوهري الخاص، يذوب عندئذ الغلاف الخارجي لجسدي المادي. يبدو الأمر كأنني كلب يلفت قطرات الماء عن فرائه بعدما ابتل. تنساب الجزئيات الدنيوية غير المرغوب فيها وتنحل، فيما تبدأ طاقتي بالتألق بدلا من أن أبقى نورا باهتا. أوكي، فدي أول حاجة عملتها فيها. نكمل. إن الطريقة المعتادة لاتحاد معظم الأرواح من جديد بتوازن طاقتها هي بعد عودتها إلى مجموعتها العنقودية. يعني الطريقة الصح بقى لما في المرحلة الثالثة، لما ترجع للمجموعة العنقودية، المجموعة الروحانية اللي بتنتمي إليها. يصف أحد المرضى هذه الظاهرة على الشكل الآتي: من الأسهل بالنسبة إلي أن أتحد من جديد مع نفسي بعد وصولي إلى قاعدتي مع أصدقائي. يعني أحسن بالنسبة له وأسهل لما يصل إلى المرحلة الثالثة بالاتحاد مع أصدقائه، مع حبايبه، مع المجموعة العنقودية تبعنا يعني. هنا يمكنني استيعاب ضخ طاقتي المرتاحة بحسب وتيرتي الخاصة. حالما أصبح جاهزا أذهب لإحضارها بنفسي. يعني هو نفسه يذهب ويجيب الطاقة اللي هو مخزنها هناك. ده يعني تخيل جميل. احنا يعني بندرس مع بعض، لكن بنحاول نتخيل ان انت بتسيب جزء من الطاقة بتاعتك في عالم الروح. هنا المريض ده بيقول لك احسن احنا مش عند الاستقبال، سيبني براحتي اخد حمام الطاقة ده من في الاستقبال وعدي المرحلة التانية وانضم لي المجموعة بتاعتي. لما انضم هناك اكون استريحت وعدت خطة
الانفصال عن عالم المادة والذهاب إلى عالم الروح، وهنا هستوعب الموضوع بسهولة أكتر، وتقدر الطاقة بتاعتي تتحد معايا. أنا ممكن أنا شخصيا أروح أجيب الجزء ده وأدعو وأستوعب نبقى كامل يعني. أوكي، نكمل مع بعض بقى حالة المريضة رقم 25 مايكل نيوتن، لأن دي خبرة خاصة ممكن تساعدنا على فهم إيه استيعاب الموضوع الصعب ده، موضوع ما هو سهل يعني. أوكي، الحالة 25، هذه الحالة مقتبسة من حوار دار مع روح تدعى أفالون. ناقشت إعادة اتحادها عند وصولها إلى الديار متوهجة أكثر من الروح التي وردت في الاقتباس السابق. أفالون هي روح في المستوى الثاني، يعني روح راقية أعلى من الناس العاديين يعني. أفالون هي روح في المستوى الثاني، وقد عادت للتو إلى عالم الروح من حياة شاقة في أيرلندا، حيث كانت امرأة فقيرة توفت يعني سنة 1910. رحلت 1910 وتولد التاني، هو بيعمل معاها تحليل حاليا، فبتديله المعلومات دي، بتقول له أنا كنت عايشة في أيرلندا، كان اسمي أبالون، وكنت عايشة في أيرلندا، وعشت حياة صعبة جدا وحياة فقيرة، وتوفت سنة 1910. على الرغم من قوة بنيتها واعتمادها على نفسها، كانت أبالون متزوجة برجل مستبد ومدمن للكحول، ولذلك كان عليها أن تعول أولادها الخمسة بمفردها. عانت أبالون من فقدان الحرية الشخصية وحرية التعبير. أنا أرى حفلة الترحيب بعودة أبالون إلى الديار على إنها انعكاس لحسن أدائها في خلال تلك الحياة الصعبة. أوكي؟ ما هي إنسانة عاشت بطريقة صعبة جدا على الأرض، كانت متزوجة، زوجها عين على خمرة يعني، فطبعا بيفقد صوابه، بيضربها، بيعاملها بشكل قذر يعني، ولذلك هي تعبت جدا في حياتها و رجعت منهكة يعني في عالم الروح. فنكمل مع بعض نشوف ايه اللي حصل معاها في الاستقبال يعني. دكتور نيوتن، أخبريني يا أبلون، بعد انتهاء الترحيب الأولى الذي قامت به مجموعتك الروحية، هل يحين وقت اتحادك مع مخزون الطاقة الخاص بك بسرعة؟ المريضة مبتسمة، يستمتع مرشدي كان كناريز، الاسم المرشد بتاعها كناريز، كناريز يعني كناري، ده العصفور الكناري ده، كناريز بإقامة الاحتفالات بخصوص الاتحاد. هيعمل احتفالات بخصوص الاتحاد، كل ده عشان يطمنوا الزبون، يحتفلوا بيه، ما تخافش واحنا هنا وعسل، فما فيش الرعب من الموت زي ما الناس خايفة منه، ويجي نكر ونكير ويرعبوه أكتر وتعبان والحاجات دي، ما فيش كلام ده. الكلام ده طبعا مش أنا يعني بستهزئ بالكلام ده، الكلام ده كان مهم في وقت من الأوقات في البشرية، لأن البشر كانوا إنسان، كان بشر خشن جدا، يهمهم العربدة، يهمهم الزنا، ما عندهمش أي نوع من الأخلاق يعني، ما فيش حاجة بتهمهم، لسه عايشين في الهمجية والوحشية. فيمكن عملية الخوف من الموت دي ورسم صورة الرعب دي كان مناسب للمرحلة دي، عشان يمكن الإنسان يتعظ ويمشي عادل، واخد بالك؟ أنا في اعتقادي دي مش ما هواش كذب ولا حاجة، ده عملية إن إيه يحاول يرعب الناس وقتها. النهارده ما حدش بيترعب من الكلام ده، ممكن تقول وهيحصل معاك، يقول لك طب فين يعني. فالنهارده لازم تتكلم بقى بالعلم وتديلهم الايه الشيء الصح، ولذلك الارواح اتصلت وادت المعلومات بالكامل يعني من الطاقه للسلام عليكم. والعلم النهارده زي ما انتم شايفين مايكل نيوتن وغيره
تبحروا جدا في بحث هذه الأمور بسهولة عن طريق تذكر الحيوات السابقة. أوكي؟ دكتور نيوتن، فهي بتقول إيه؟ اعملوا احتفالات بخصوص الاتحاد. فبقول لها اتحاد إيه؟ مع الطاقة التي تركتها ورائك؟ المريضة نعم، يذهب كناريز إلى حاوية في القبو حيث تخزن طاقتي في وعاء زجاجي بانتظاري وهي تحت رعايته. هو اللي بيراعي الموضوع ده. دكتور نيوتن، أفهم من ذلك أن مخزون طاقتك لم يكن فعالا جدا منذ غيابك، يعني المخزون كان متخزن بدون ما يعمل أي شيء. ما هي النسبة المئوية التي تركتها ورائك من المجموع؟ سبت كم في المية من الطاقة الكلية للروح في عالم الروح؟ المريضة 15% فقط، يعني نزلت على الأرض معاها 85% من الطاقة الإجمالية وخزنت فقط 15. لماذا؟ احتجت إلى الكثير لحياتي الأيرلندية لأن حياة صعبة، وكان هذا الجزء قادرا على التعامل مع مجموعتي، وكنت قادرة على التنقل في منطقتنا، ولكني لم أشارك في التحويلات الترفيهية. يعني هذا الجزء كان فعال، كانت بتشارك مع مجموعتها وكانت قادرة على التنقل، واخد بالك؟ يعني كان في الهيكل بتاعها الموجود، الجزء من الطاقة كان فعال، لكن لم تشارك في التحويلات الترفيهية يمكن لصغر حجم الطاقة دي. بحاول أفهم معاكم يعني. دكتور نيوتن، أنا أفهم ذلك، ولكن هل تمثل هذه النسبة الضئيلة روحك كلها؟ المريضة بشدة، بالتأكيد هي نسخة مصغرة عني في حسب. ابتدت توضح أكتر يعني. دكتور نيوتن، وهل كانت نسبة 15% منك قادرة على مواكبة دروس المجموعة وملاقات أرواح الناس بينما 85% الباقية هي على الأرض؟ المريضة نعم، إلى حد ما ما زلت أكتسب المعرفة في المكانين الأرض وعالم الروح. إذا زي ما احنا قلنا يعني الموضوع ده روعة. يعني في جزء منك بيدرس في عالم الروح عشان يساعدك على الارتقاء، يعني وإلا هتفضل نعود في نفس المستوى في نفس المستوى في نفس المستوى. فيمكن هذا الجزء لما يجي ينضم إلى الجزء الأرضي بتلاقي نفسك عندك خبرات أكتر وعندك دروس أكتر، وتعمل إيه؟ جامب، تعمل نقلة نوعية في وجودك يعني. فهي بتقول نعم، إلى حد ما ما زلت أكتسب المعرفة في المكانين الأرض وعالم الروح. الدكتور نيوتن بارتجال، أشعر بالفضول حيال أمر ما. إن كانت نسبة 15% لا تزال قابلة للحياة، فلماذا لا تذهبين لإحضارها بنفسك؟ لماذا تحتاجين إلى كنارس، إلى المرشد أو المرشدة دي؟ المريضة منزعجة، لأن ذلك يفسد حفلته، يعني أنا هبوظ له الحفلة اللي هو عايز يعملها. كنارس هو حارس شعلتي، إذا جاز التعبير، في غيابي. إلى جانب ذلك، ما تقترحه سيكون تعديا على صلاحيته لمساعدتي في الاندماج مع طاقتي. إنه يريد أن يقيم احتفالا لذلك. إذا لازم الناس تحترم الموضوع ده، يعني عندها القدرة ممكن هي تروح تاخد الطاقة دي وتندمج بنفسها، لكن بتترك الاحتفال والحاجات دي عشان ما تبوظش الدنيا يعني. دكتور نيوتن، أنا متأسف يا بالون إن أسأت فهم الأمور، لماذا لا تعطينني فكرة مصورة عن الاحتفال؟ قولي لي بقى الاحتفال إزاي بقى؟ المريضة بفرح يذهب كنارس إلى القبو وبكل فخر ورعاية أبوية يخرجها فيما يتجمع أصدقائي جميعهم من حولي ويهتفون لي تقديرا لعمل الجيد الذي أنجزته في أيرلندا، تحملها، تربيتها لأولادها، استحملت كتير يعني. فبيحتفلوا بيها، هو بيجيب الجزء ده وأصدقائها ويعملوا عملية اندماج
الطاقة الباقية في عالم الروح. دكتور نيوتن، هل يتضمن هذا الحفل الروح التي كانت زوجك في الحياة الأيرلندية الصعب ده؟ المريضة: نعم نعم، وهو في الصف الأمامي يهتف بصوت مرتفع، إنه ليس فعلا الشخص ذاته خارج جسده الإيرلندي، يعني بقى زي ما يكون شخص آخر يعني، بس هي عارفة جواره إن هو كان زوجها العربيد الصعب ده وكان بيهتف ليها يعني. لأن على فكرة الروح لما بيعود إلى عالم الأرواح ممكن يتشكل بشكله الحقيقي، بيندمج بالطاقة بتاعته وبيشوف الغباء في عملية الحساب، ويشوف الغباء اللي هو فعله هنا، سواء بقى في عملية الكحوليات، في إزاي كان عنيف مع زوجته، إيه اللي هو عمله، أهمل أولاده، فهو طبعا فرحان جدا إن هي قدرت أحسن منه، أكيد هو رحل قبليها يعني. أوكي نكمل. فهو إيه، إنه ليس فعلا الشخص ذاته خارج جسده الأيرلندي. دكتور نيوتن: حسنا، وماذا يفعل كنارس الآن؟ وكنارس بيعمل إيه؟ المريضة تضحك: يخرج طاقتي المحفوظة في الوعاء الزجاجي الأخضر من القبو، إنها متوهجة ولكنه يفركها بيديه ليجعلها أكثر إشراقا فيما يستمتع بتعابير المتعة والفرح التي يسمعها ويراها. بعد إذن يقترب ويلقي بسحابة من الطاقة النورانية فوقي مثل عباءة. إنه يساعد في عملية اندماجي بذبذباته الخاصة القوية. دكتور نيوتن: في هذه اللحظة كيف يبدو حصولك على طاقتك الكاملة؟ إزاي بتحس بإيه بقى؟ المريضة بدقة: يشبه الاتصال بالذات اجتماع كتلتين من الزئبق مع على طبق زجاجي، تندفع الواحدة منهما باتجاه الأخرى بنحو طبيعي وتصبحان متجانستين على الفور. أشعر بانبعاث القوة والهوية، دفء الاندماج يمنحني شعورا من الصفاء والسلام، أيضا أشعر بخلودي. ده شيء جميل لأن إحنا خالدين. دكتور نيوتن بأسلوب بليغ للحصول على رد معين: أليس من الخسارة ألا نأخذ نسبة 100% من طاقتنا إلى الأرض؟ المريضة تتفاعل فورا: هل أنت جاد؟ بتتكلم جاد يعني؟ لا يمكن لأي دماغ بشري أن يتحمل الكثير من ذاته في ظل هذه الظروف، ولكني احتجت إلى الكثير للحياة الأيرلندية. دكتور نيوتن: ما هي النسبة المئوية التي تحملها في جسدك الحالي؟ المريضة: حوالي 60%، وهي كثيرة. تخيل بقى يسوع المسيح يمكن كان محتاج 5% و10% من طاقته، لأن طاقته عالية جدا جدا، هو روح بره يعني، هو زي هنا لكن يعني أخونا الكبير يعني بقاله مليارات السنين قبلنا، ولذلك تجمعت عنده الطاقة بتاعته. لما يجي يتجسد عملوا له عملية شرينك، عملية التكثيف، ويمكن لجزء صغير جدا من الطاقة، لكن هو كان موجود في عالم الروح، يعني الجزء الصغير جدا اللي جه على الأرض. لكن أعتقد يمكن يسوع بالنسب والتناسب كده يمكن احتاج 5% فقط عشان يعيش على كوكب الأرض، لكن معظمه الجزء الأكبر كان بيتفاعل في عالم الروح وبيدير وبيتكلم وبيدرس وبيدرس وهكذا في عالم الروح، لكن الجزء الصغير هو اللي كان متجسد في عالم الأرض. فكلنا لا ننزل بطاقتنا الكاملة يعني. أوكي نكمل. هي بتقول هي في التجسد الحالي عندها 60%، وده كتير وهي كثيرة، ليه حياتها الحالية أسعد يعني. دكتور نيوتن: لقد قيل لي عن كواكب مادية تنتقل إليها الأرواح ويسمح لها بأخذ طاقتها كاملة
والاحتفاظ بذاكرتها كلها ايضا هناك. يعني شوف الدكتور نيوتن بقى بيقول لها شوفي سمعت برضو قالوا لي ان في كواكب اخرى معموله زي كوكب الارض، وفي ارواح بتتجسد في هذه الكواكب وبتاخد كل الطاقه بتاعتها، كل الذكريات، كل الانا العليا والانا الصغرى والسفلى، بياخد كل شيء معاه بالكامل بيتنقل الى هذا الكوكب. هل الكلام ده يعني مظبوط؟ شوف هي بترد تقول ايه. المريضة بالتأكيد بيحدث يعني كما يسمح للكثير من أشكال الحياة هذه بالتخاطر الفكري أيضا. العوالم المادية مثل الأرض من نوع الجسد الذي نملكه هي مرحلة من مراحل النمو العقلي. في الوقت الراهن يحدد نمو تطوري الشروط التي يجب أن نعمل بموجبها. لا شك في أن القيود جيدة بالنسبة إلينا في الوقت الحالي. يعني كل ما نتطور كل ما نملك زمام الأمور، وبنعيش في كواكب لا نحتاج إعادة الطاقة مرة أخرى، مش محتاجين إيه نسيب جزء بحيث الجزء يندمج بعد العودة. ليه؟ خلاص أنت تحررت من تجسدات الأرضية، تتجسد في عالم شبه عالمنا، تتجوز وتخلف كل عسل تمام. لكن عالم غير العالم، عالم خير، عالم لا يوجد فيه شر، لا يوجد فيه حروب، لا يوجد فيه معاملة الناس بتتعامل كلها بلطف بحنان برقة وهكذا. فأنت بتستخدم كل الطاقة بتاعتك وبتتعلم أشياء كتيرة جدا، بتدرس هناك، كلهم عالم روحاني أكتر من هو عالم مادي يعني، لكن في مادية زي ما بتقول لك أجساد زي أجسادنا بالظبط. أوكي؟ فهو لا يحتاج إن هو ياخد جزء من الطاقة ويترك جزء آخر. دكتور نيوتن بيقول بقى اشرح لي قبل ما تعرفينه عن مقدار الطاقة التي يجب أخذها إلى الأرض قبل كل حياة. اشرحي لي بقى يعني ايه النسبة المئوية اللي بناخدها في كل حياة قبل كل حياة. المريضة يراقب كنارس والمجلس الخاص به مستوى طاقته لكل جسد بالاعتماد على الخصائص البدنية والفكرية الخاصة بذلك الجسد. تتطلب بعض الأجساد طاقة روحية أكثر من غيرها، وهي تعرف الشروط القائمة مسبقاً قبل أن تدخل الحياة. طبعا المجلس ده بيقعد معاك المرشدين والناس اللي بيدوا إدارة المجموعة العنقودية الروحية دي، ما هياش يعني سايب، يعني ما انتش سايب كده كل واحد ايه على مزاجه. احنا بنتبع مجموعة روحانية اسمها المجموعة العنقودية وبنعود اليها. المجموعة الروحانية دي لها رئيس، لها مرشدين، لها عمال بيساعدوا، لها يعني منظمة كبيرة جدا. فأنت بتعود إلى هذه المنظمة، وبقى الرؤساء والعاملين والحاجات دي هم اللي بيساعدوا على المحافظة على طاقتك وعلى كل شيء. قبل ما تنزل، قبل ما تتجسد من جديد، بيحصل بقى دراسة واتفاق ونوع الجسد والأبهات والجينات وإيه اللي هيحصل ونوع الدراسة، يبقى كل شيء معروف مسبقا بالخطوط العريضة، لكن لا يعرف الإيه الحوادث اللي ممكن تحدث، ممكن تحدث أشياء غير مبرمجة يعني. أوكي؟ أو ممكن الإنسان يموت بدري يعني، أو ينتحر يموت بدري، ما هوش مخطط إن هو ينزل وبعد 20 سنة فقط هيهرب وينتحر، واخد بالك؟ فبيدوله قدر من الطاقة بحيث إن هو هيعيش 70 سنة وكذا وكذا وكذا. فبتحدث أشياء أو تحدث حرب، فبتقطع البرمجة، بتقطع البرمجة، الحاجات دي بتحدث. عالم الروح بيعمل البرمجة الخطوط العريضة ويسيبنا نتصرف بحرية، والطبيعة بتأثر علينا، ممكن يحدث زلزال، بركان، ماشيين في البحر بتغرق المركب وهكذا، بتحدث الحوادث بتبقى غير مبرمجة. أوكي؟
اشرح لي قبل ما تعرفينه عن مقدار الطاقة التي يجب أخذها إلى الأرض قبل كل حياة. المريضة يراقب كنارس والمجلس الخاص به مستوى طاقته لكل جسد بالاعتماد على الخصائص البدنية والفكرية الخاصة بذلك الجسد. تتطلب بعض الأجساد طاقة روحية أكثر من غيرها، وهي تعرف الشروط القائمة مسبقا قبل أن تدخل الحياة. عارفين إحنا كل شيء قبل ما نتولد، يعني محدش يقول لك أنا إيه ما طلبتش إن أنا أتولد، أنا ما طلبتش إن أنا أتولد في البلد الفلاني، أنا ما طلبتش إن أتولد في العيلة الصعبة دي، ما طلبتش أنزل مع الإخوة الزفت دول. عم الحاج انت طلبت وبرمجت وتركيت وبوست الايدين والرجلين علشان تخلص، عشان تتطور، وبتنزل في الظروف الصعبة دي لان روحك محتاجة ترتقي، واخد بالك؟ ولذلك انت بتختار كل الصعوبات علشان ايه؟ هي دي اللي هيخلصني. طب يلا بينا، لان مقدار الزمن اللي انت هتقعده في عالم الارض ده مقدار صغير جدا جدا، علاوة إن الطاقة بتاعتك اللي أنت بتسيبها في عالم الروح بتكمل الدراسة وبتكمل إيه عملية الارتقاء، لكن الارتقاء الأرضي مطلوب يعني. تنزل وأنت عارف هتولد في المكان الفلاني وهعاني والبلد دي ما فيهاش أكل والصعوبة وعدد السكان كبير وانفجار سكاني والمواصلات صعبة و و و وهناك فيها ناس حرامية كتير، هو ده اللي يناسبني، خد بالك؟ خاصة لما كنت أنا من الناس الحرامية دي وبننزل عشان أحاول أعدل اللي أنا عملته يعني، فبعاني من المكان، لكن إحنا بنختار كل شيء، نترجى إن إحنا نتولد، نترجى نترجى. بوس الإيدين ليه؟ عايز أنت ترتقي، أنت بتشوف المشروع بالكامل، أنت ما بتشوفش تحت رجليك، أنت بتشوف المشروع بالكامل، ولذلك أنت بتترجى. بالرغم الصعوبات اللي انت هتشوفها، منطقة حرب ومش عارف ايه وممكن تموت فيها وممكن يحصل معاك، ومش مهم مش مهم ودين، بس انت هتبقى من اللاجئين، ممكن تتعرض ان انت تخرج من ارضك، ممكن تموت في البحر، مش مهم مش مهم يعني. خد بالك، الانسان بيقبل كل الكلام ده، بيبقى عارف ايه اللي ممكن يحصل وعارف الخطورة وبينزل. فما تجيش تقول لي اه بس ما اخترتش، ما حدش قال لي، طب هو ايه اللي جبرني على كده؟ ليه جبرك على المر اللي امر منه؟ لازم تعدي التجارب دي علشان ايه؟ تنظف اللي عليك، محتاج تغسل الاشياء الخاطئه اللي انت بتعملها، والا ازاي هيوديك عالم سعيد وانت داخلك طاقه سوداء؟ مش هينفع، انت هتعمل مشاكل للعالم الجديد. اوكي، نكمل. دكتور نيوتن، قلت لي إن هذه المرأة الأيرلندية كانت قوية البنية، وأنا أفترض إنها كانت تملك إرادة قوية في الوقت عينه لتبقى سليمة وعلى قيد الحياة، ومع ذلك لقد أخذت الكثير من الطاقة إلى أيرلندا. يعني المريضة دي اللي هي نفسها يعني كانت في الحياة الماضية كمرأة أيرلندية قوية وعندها إرادة المفروض يعني، واستمرت على قيد الحياة بالرغم من كل الصعوبات، ربت أولادها، نجحت في مهمتها. ليه احتاجت القدر الكبير ده من الطاقة اللي 85%؟ فالمريضة بتقول بقى نعم كانت أقوى مما أنا عليه اليوم، ولكنها كانت بحاجة إلى مساعدتي الروحية، وكنت أنا بحاجة إلى قوتها لتأكيد التأثير الذي كان ينتج من أجل البقاء على قيد الحياة في حياة من الحرمان، لم نكن دائما في وئام. أنا اتلخبطت في هذا الجزء، زي ما تكون بتتكلم على اتنين يعني، هي بتساعدني، هي جزء من الطاقة وأنا جزء آخر من الطاقة، يعني صعب دي ان انا استوعبها بصراحه. خلينا يمكن قدام نشوف، هنقراها تاني عشان نفهم. هو الدكتور نيوتن بيسالها بيقول ايه؟ قلت لي ان هذه المراه الايرلنديه، نلاحظ ان هذه المراه الايرلنديه هي نفس المريضه اللي قاعده قدامه في حياه تانيه،
كانت قوية البنية، الحياة المادية بتاعتها، كانت مرأة أيرلندية اسمها أبلون، كانت قوية البنية. وأنا أفترض، الدكتور مايكل بيقول، أنا أفترض إنها كانت تملك إرادة قوية في الوقت عينه لتبقى سليمة وعلى قيد الحياة، ومع ذلك لقد أخذت الكثير من الطاقة إلى أيرلندا، محتاجة 85%. فالمريضة بتقول كانت أقوى مما أنا عليه اليوم، أفهم دي، أو تقدر تقول كنت أنا أقوى مما علي اليوم المفروض يعني، ولكنها بتتكلم بالصيغة الثالث يعني، كانت بحاجة إلى مساعدتي الروحية، وكنت أنا بحاجة إلى قوتها لتأكيد التأثير الذي قد ينتج من أجل البقاء على قيد الحياة في حياة من الحرمان لم نكن دائما في وئام. يمكن جزء من طاقتها ألف مع جزء من طاقتها ب يعني. دكتور نيوتن، عندما لا تكونين في وئام مع جسد، عندما لا تكونين في وئام مع جسد، هل تتطلب هذه الحالة نسبة كبرى من الطاقة الروحية الشخصية؟ برضو أنا مش قادر أفهم دي. لو حد يفهم الموضوع ده أنا هنسأل الأسئلة دي لمدام ناظري اللي هتعمل معايا لايف، إن هي كتبت كتاب في هذا الموضوع. فشوف هي بتتكلم بتقول إيه؟ ودكتور نيوتن بيسأل سؤال غريب يعني، عندما لا تكونين في وئام مع جسد، يعني مع جسدك، هل تتطلب هذه الحالة نسبة كبرى من الطاقة الروحية الشخصية؟ شوف الشرح طيب. نعم، إذا كانت بيئتك قاسية يجب أخذ الكثير في الاعتبار. أنا أشعر بوفاق كبير مع جسدي الحالي، على الرغم من أنني أتمنى في بعض الأحيان لو كنت أملك قدرة الاحتمال التي كان يتمتع بها الجسد الأيرلندي. كثيرة هي المتغيرات، هذا هو التحدي وهنا التشويق. فهم ترى، نقرأ تاني ملاحظة. اليوم أبل متقمصة في سيدة أعمال مستقلة، تعمل في شركة استشارية مالية وتسافر من حول العالم. تلقت عددا كبير من عروض الزواج ولكنها رفضتها كلها. طبعا بحاول استوعب انا، يعني هي بتقول الجسد بيؤثر على الروح اللي بتسكنه برضه. الجسد السابق كان جسد قوي علشان تتحمل، ويمكن انا اعتقد الجسد بيبقى قوي من الناس اللي بتشتغل يعني، بياخد الفاس، بيعزق، بيعمل، بيشتغل. اكيد انا بقعد على المكاتب وبشتغل في الكمبيوتر والحاجات دي، فايه اللي بيحصل؟ بنبقى ضعيف جسديا، لو نخش في عركه مع حد قوي كده يغلبني. وبنشوف ان الناس اللي بتشتغل عندنا في المزرعه بيبقوا اقوياء جدا يعني، انا لو خدت الفاس وحاولت انضف منطقه بنتعب جدا جدا، والناس دي بياخدوا الفاس من اول النهار لاخره، وتلاقيه يقعد يشرب شويه ميه، يشرب شاي حتى ما بينهكش يعني. فهمت؟ الفرق بقى ان هي ما احتاجتش الطاقه دي كلها، لان هي حاليا مستشاره ماليه وتشتغل في شركه ورا المكاتب وهكذا. اوكي، هو ده الموضوع. نكمل. بيعلق بقى الدكتور مايكل نيوتن ويقفل الحلقه على كده. من حين الى اخر يقول لي مريض ما إنه بعد حياة سابقة يفضل الانتظار أطول من المعتاد قبل الاتحاد مع طاقاته، ويتضح ذلك من خلال الاقتباس التالي. في ناس بتفضل لا، سيب الطاقة دي، طب مش دلوقتي يعني. الاقتباس التالي: أود أحيانا الانتظار إلى ما بعد اجتماع مجلسي. المجلس بقى إيه؟ اللي هو المجموعة العنقودية، لأني لا أريد أن تضعف طاقتي الجديدة، ذكريات الحياة التي عشتها للتو ومشاعرها. أن تضعف طاقتي الجديدة، ذكريات الحياة التي عشتها للتو ومشاعرها، عايز أحتفظ بالمشاعر دي. لو قمت بضخ نفسي من خلال أخذ الطاقة الاحتياطية،
لكانت الحياة السابقة أقل واقعية بالنسبة إلي. أريد أن تكون أفكاري مركزة على الإجابة عن أسئلة حول عملي في ذات الجسد مع ذاكرة واضحة وجلية لكل حدث. أريد أن أحتفظ بالمشاعر العاطفية كلها التي شعرت بها تجاه تلك الأحداث كما جرت، حتى أتمكن من وصف سبب اتخاذي بعض الإجراءات وصفاً أفضل. لا يحب أصدقائي فعل هذا، ولكن بإمكاني دائماً أن أعيد شحن طاقتي وأستريح في وقت لاحق. ما في ده شخص راقي أنا آسف، أنا ما عملتش شير سكرين، هنقراه مرة تانية، أوكي؟ أود أحيانا الانتظار إلى ما بعد اجتماعي بمجلسي لأني لا أريد أن تضعف طاقتي الجديدة ذكريات تضعف طاقتي الجديدة ذكريات الحياة التي عشتها للتو ومشاعرها. لو قمت بضخ نفسي من خلال أخذ الطاقة الاحتياطية لكانت الحياة السابقة أقل واقعية بالنسبة إلي. أريد أن تكون أفكاري مركزة على الإجابة عن أسئلة حول عملي في ذاك الجسد مع ذاكرة واضحة وجلية لكل حدث. أريد أن أحتفظ بالمشاعر العاطفية كلها التي شعرت بها تجاه تلك الأحداث كما جرت، حتى أتمكن من وصف سبب اتخاذي بعض الإجراءات وصفا أفضل. لا يحب أصدقائي فعل هذا، ولكن بإمكاني دائما أن أعيد شحن طاقتي وأستريح في وقت لاحق. ده الإنسان بيفضل ده. المرة الجاية لما نيجي ندرس فيه هناخد راحة أنا شوية من الذاكرة الأزلية وأعود إلى كتاب الأرواح، لكن الموضوع اللي جاي موضوع رائع، أنظمة المجموعة الروحية ولادة الروح. مش هقول لكم أكتر من كده. شوف الفصل اللي جاي فصل بيتكلم بقى عن أنظمة بياخد بقى إيه الميلاد، يعني إحنا بنتكلم دايما عن الوفاة، إيه المرة دي بقى عن الميلاد، الاتفاق اللي بيحدث يعني. وصلنا تقريبا ساعة. كفاية كده. إيه يوم السبت اللي جاي إن شاء الله ميعادنا الساعة 4 بعد الظهر، الساعة 16 بتوقيت القاهرة، مع الأستاذة نازلي، وسيطة روحية ممتازة عندها سر الشفاء، مؤلفة كتب روحانية لفت العالم كله، راحت الهند، راحت كندا، راحت البرازيل، ربنا ادالها الفرصة دي، فلازم يعني ايه نستفيد منها ومن خبرتها في كتاب العوالم المتوازية وانقسام الروح. هي هتشرح أكتر في الموضوع ده، أوكي؟ فإن شاء الله يوم السبت ادينا عمر يعني نتقابل مع بعض الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت القاهرة ونعمل اللقاء ده. طلبتش منك ولا مرة الاشتراك، تأكد إنك مشترك، ما طلبتش منك تعمل لايك ولا حاجة، فلكن في آخر الحلقة على الأقل يا ريت تتأكد إنك مشترك مفعل الجرس والحاجات دي وتنشر المحتوى ده. قول للإنسان اطلع فقط، مش لازم تؤمن باللي انت بتشوفه، يعني اطلع على الموضوع لان الموضوع ده يخليك تؤمن بالخالق عز وجل اكتر. القناة دي انا عملتها رحلة البحث عن الله عشان تساعد ناس اللي هم عنده شك في وجود الخالق، عنده شك في وجود الله، خايف من موضوع بعد الموت. الديانات متضاربة وفي متضاربة ما بينها في المعلومات، الديانات الشرقية غير الديانات دي، غير الأزيدية غير العلوية، احنا عندنا ديانات كتيرة زرادشتية هندوسية بوذية وهكذا، والأرواحية جت علشان تحط ايه النقط على الحروف وما تخلكش تضيع يعني، وترجع بتتأكد أولا من وجود عالم الروح وفاعليته بخبراتك الشخصية، وبالتالي لازم يكون موجود الخالق اللي هو خلق كل الفيلم الهندي ده. أوكي، شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.
نتمنى إن الحرب دي بتاعت غزة دي تنتهي فورا علشان الناس دي تتنفس، لأن طبعا المناظر بتؤلمنا جميعا، واخد بالك؟ سواء على جانب، أنا بالنسبة لي يؤلمني سواء الإنسان بيتوفى على جانب أو على جانب آخر. أتمنى توقف الحرب دي ونعمل شيء يبقى إيه، سلام قائم على العدل. يعني صعب صعب، لكن ممكن بذكائنا نصل إلى دي. أوكي، سلام سلام.